دي اللي جابك هنا؟ انا صحفيه ولازم اجري ورا الخبر. دي هنا من امتى؟ بقالي شويه، اول ما وصلت الدور قطع كده وسمعت صوت صرخه. ما تخليني خلص عليا يا باشا، هي البلد تنضف. بطلي يا فلطه. طب انا جاي معاك. اتحرك من هنا، انت فاهمه؟ كل اللي انت قلته، بس ما ينفعش اللي انت بتعمله. نزل سلاحك. زي ده ما ينفعش انك تضيع مستقبلك عشانه. واختي؟ اختك عند ربنا. عدالة ربنا ما بتخيبش. ممكن اعرف انت هنا بتعمل ايه؟ اتكلمي ما تخافيش. طب ايه علاقتك بهشام المصري؟ برضو يا ابني خدوه. هو اللي بيحصل يا باشا؟ اطلعي من الدماغ، انا مش فايلك. لا ما هو انا لازم افهم. بقولك اطلعي من النافوخ وسيبينا نشوف شغلنا. طب سؤال بس، موت المصري كان قبل ولا بعد وصولك؟ ما اعرفش. لا ما اصل ما فيش حاجه بتستخبى اليومين دول. ده القاتل نفسه اعلن عن موت المصري وحط صورته في برواز. ما
بعدين انا جايبه لك هديه. هديه ايه؟ صوره القاتل. خدوها من هنا، مش عايز اي حد ملوش اي لازمه. لا ما مش انت بتاخد موبايلي ليه؟ مش من حقك تاخد موبايلي على فكره. طب والله العظيم ما هسكت لك يا ناصر. ارجع يا بيركو هيموتوك. اهدى، انا مش جاي اقصد شر، بس انا هاخد شايل وامشي، غير العوق ولا غناب. تمام؟ لو بتخاف على روحك اخلع من هنا بدل ما اعملها معاك. فكك من البت دي خالص، انساها. ما تمشي يا ابني بدل ما ارجع في كلامي. وانا بقى مش همشي من غير شهيره.